مساء الفل يا دكاترتنا، ويا رب تكونوا بخير. بنبدأ النهاردة بإذن الله بداية جديدة في موديول الجي اي تي، الجهاز الهضمي. عندنا في الموديول ده بصفة أساسية بنبدأ ناخد التفاعلات الكيميائية الخاصة بالكربوهيدرات أو زي ما بنسميها النشويات أو السكريات، والتفاعلات الكيميائية الخاصة بالبروتين. ده كله أي تفاعل كيميائي بيحصل جوه الجسم بيندرج تحت مصطلح يا ولاد الميتابوليزم. يبقى كلمة ميتابوليزم علشان هتشوفها كتير يعني التفاعلات الكيميائية، سواء كانت تفاعلات بناء أو تفاعلات تكسير، ده كده بنسميه ميتابوليزم. هنبدأ بقى على بركة الله نتكلم عن الكربوهيدرات ميتابوليزم. بس قبل ما نتكلم عن التفاعلات الكيميائية لازم نهضم الكربوهيدرات ونعمل له امتصاص وندخله جوه الجسم، وهنشوف الكلام ده كله بالتفصيل مع بعض. يلا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. الكربوهيدرات ميتابوليزم. بس قبل ما اكلمك في اي حاجة هتلاقيني بفكرك بمقدمة بسيطة كده كنا قلناها في الكربوهيدرات كيمستري قبل كده. ايه هي بقى المقدمة دي؟ ان السكريات عندي انواع. يعني ايه؟ يعني بنقسم السكريات على حسب التركيب الكيميائي بتاعها يا شباب الى 3 انواع. لو لقيت سكر واقف لوحده بالمنظر ده، سكر واحد، ده يسموه مونوساكرايد. يسموه مونوساكرايد. اصل يا ابني كلمة مونو يعني واحد، وساكرايد يعني سكر. المقدمة دي مهمة وللفهم فقط. ولو لقيت سكرين اتنين جنب بعض ماسكين مع بعض هم اتنين واتنين، ده كده يسموه دايساكرايد. ضاي يعني اتنين وسكرايد يعني سكر. طيب اشهر المونوسكرايد اللي هنتعامل معاها سكر اسمه الجلوكوز. مركب ثلاثي بالمنظر ده، بيبقى فيه هنا اكسجينة وهنا الكربونة الاولى وهنا التانية وهنا التالتة وهنا الرابعة وهنا الخامسة وفوق الستة. حلو قوي، ده كله كلام سهل. اللي انا عايز اوصله لك كلمة واحدة بس، بص على الكربونة الاولى اللي هنا دي، هتلاقي ماسك فيها او اتش. لو لقيت الاو اتش دي لتحت اهي، تحت الكربونه، تحت منها اهي، يبقى السكر ده اسمه الفا. فاهم انا بقول ايه؟ اصل انا بعد شويه هقول لك ان في سكر جلوكوز بيبقى بالمنظر ده اهو، هنا كده الكربونه الاولى، بس بيبقى الاو اتش فوق، طلعت فوق بالمنظر ده، ده كده اسمه بيتا. يبقى انا عندي نوعين من الجلوكوز، جلوكوز بيسموه الفا بيبقى فيها الاو اتش لتحت، وفي جلوكوز بيبقى اسمه بيتا بيبقى الاو اتش فيه لفوق. اركن البيتا ده دلوقتي. تعالى اتكلمنا عن الدايساكرايد. الدايساكرايد هم سكرين هتلاقيهم ماسكين مع بعض، سكرين هتلاقيهم ماسكين مع بعض. حلو. اول دايساكرايد عندي اسمه مالتوز، اسمه مالتوز، سكر الشعير. تركيبه الكيميائي انا عايزك انت اللي تقوله مش هقوله انا. انت شايف ايه قدام منك؟ شايف ده يا دكتور جلوكوز. حلو. الاو اتش تحت يبقى الفا جلوكوز، وده جلوكوز الاو اتش تحت يبقى الفا جلوكوز. يبقى انا عندي الفا جلوكوز والفا جلوكوز، جلوكوز مع جلوكوز، بس لازم يمسكوا مع بعض بقى لان قلت لك هما اتنين ماسكين مع بعض. حلو. في رابطه ما بينهم، ربطت اهي. اي رابطه هتمسك ما بين سكرين يا ولاد يسموها جلايكوسيديك بوند. يبقى انا الرابطه دي كده اللي باللون الازرق دي بسميها جلايكوسيديك بوند، رابطة سكرية. بوند يعني رابطة، وجلايكوسيديك يعني رابطة ما بين سكرين. بس انا اسألك سؤال، الرابطة دي يا ولاد رابطت ما بين الكربونة كام وكام؟ ما بين الكربونة رقم 1 في السكر ده وما بين الكربونة رقم 4 في السكر ده، فنقول ان هي اسمها 1 و4 جلايكوسيليك بوند. عرفت يعني 1 و4؟ لان هي ربطت ما بين الكربونه رقم 1 هنا والكربونه رقم 4 هنا، فسميتها 1 و4 جلايكوسيليك بوند. هنا السؤال، السكر ده الفا والسكر ده الفا، فنسمي الرابطه على بعضها الفا 1 و4 جلايكوسيليك بوند. يبقى تصحى بقى معايا، لما تلاقي جلوكوز ماسك مع جلوكوز بربطه ما بينهم اسمها الفا 1 و4 جلايكوسيليك بوند، يبقى انا يا ولاد بكلمك عن دايساكرايد اسمه مالتوز. يبقى انا بكلمك عن دايساكرايد اسمه مالتوز. طب قول انت اللي جاي دي. والله يا دكتور انا عندي جلوكوز الفا اهو، ده كده جلوكوز مسك مع جلوكوز الفا برضه لان الاو اتش تحت.
بس المره دي الرابطه فين؟ الرابطه اهي، ربطت ما بين الكربون رقم 1 في السكر ده والكربون رقم 6 في السكر ده، اهي الرابطه اهي ما بين الكربون رقم 1 والكربون رقم 6. الاول كده حد يسمي لي الرابطه دي، انا هسميها يا دكتور، سمي يا عم. رابطه سكريه يبقى نسميها جلايكوسيديك بوند. نطلع بس زوم كده شويه عشان ايه نجيب مساحه. الرابطه دي سكريه يسموها جلايكوسيديك بوند. رابطه ما بين الكربونه كام وكام؟ ما بين الكربونه 1 هنا والكربونه 6 هنا، فيقول لك يسموها 1 و6 جلايكوسيديك بوند. السكر ده الفا والسكر ده الفا، فيسموها الفا 1 و6 جلايكوسيديك بوند. الله، ده انا عندي جلوكوز وجلوكوز مسكوا مع بعض، بس المره دي الرابطه ما بين 1 و6. ينفع اسميه مالتوز؟ لا، سميه شبيه المالتوز، يسموه ايزو مالتوز، شبيه المالتوز، اخو المالتوز. ليه؟ لان المالتوز كان زيه بالظبط بس اختلفوا في الرابطه. الرابطه اللي في المالتوز ما بين الكربونه 1 و4، واللي في الايزو مالتوز ما بين الكربونه 1 و6. حد فاهم حاجه؟ يبقى انا كده بكلمك عن الدايساكرايد. تعرف كم دايساكرايد لحد دلوقتي؟ 2. اعرف المالتوز جلوكوز مع جلوكوز، واعرف الايزو مالتوز جلوكوز مع جلوكوز، بس الفرق في الرابطه. شايف الرابطه فوق هنا عامله ازاي والرابطه هنا تحت عامله ازاي؟ المقدمه دي خطيره، هتفيدك وهتنفعك كتير قوي في الحصه، وهتعرف قيمتها كمان شويه. طيب عشان ما اطولش عليك في الدايساكرايد، انا عندي دايساكرايد تاني اسمه لاكتوز، عباره عن سكرين برضو ماسكين مع بعضهم. السكر ده اسمه جلوكوز، سكر منهم اسمه جلوكوز، والسكر التاني اسمه جالاكتوز، ماسكين مع بعض اهو بربطه. محدش هيسالك اسمها ايه دلوقتي، اسمها بيتا 1 و4 جلايكوسيديك بوند، عديها. عندي دايساكرايد كمان اسمه ساكروز، في سكرين، ادي سكر ولا التاني، واحد منهم اسمه جلوكوز والتاني يا عم الدكتور اسمه فركتوز. يبقى انا باختصار شديد علشان بس نبدا نخش في الحصه بتاعتنا، يهمني تبقى عارف المقدمه دي بشكل مبسط زي ما انا شارحها كده. هي طبعا اعمق من كده بكتير، بس في وقتها في زمانها في موضعها مش هنا. هنا اللي انا عايزك تبقى عارفه ان فيه مونوساكرايد، سكر واقف لوحده اسمه جلوكوز، لو لقيت الاتش تحت يبقى اسمه الفا، لو لقيتها فوق يبقى اسمه بيتا، واركن على كده. عايزك تبقى عارف الدايساكرايد هو عباره عن سكر بس تركيبه جوه منه فيه اتنين ماسكين مع بعض، زي مثلا المالتوز عباره عن جلوكوز مع جلوكوز، الايزومالتوز برضو جلوكوز مع جلوكوز، وعرفتك الفرق ما بين الرابطتين. طيب اللاكتوز، لا، جلوكوز مع جالاكتوز، السكروز جلوكوز مع فركتوز. يبقى انا كده كلمتك عن المونوساكرايد والداي ساكرايدز. ممكن بعد كده تلاقي بقى عدد كبير قوي من السكريات. بص ده جزيء فيه سكريات قد ايه ده كده يا ولاد، يسموه البولي ساكرايد، البولي ساكرايد. وده بيبقى فيه اكتر من 10 سكريات يا ولاد. حلو، البولي ساكرايد اللي بناكله في النباتات اسمه الستارش، النشا النباتي، جزء في النباتات اسمه النشا. حلو، ده كده الستارش قدام منا اهو. لو جبت الستارش ده، يعني الستارش ده تخيله عباره عن عامل زي حبايه بطاطس، ورحت ايه قطعها كده، قطعتها كده، ففي جزء خارجي بره وفي القلب اللي في النص. بص اهي، جزء خارجي بره اهو اللي بره ده، وفي الجزء اللي في النص القلب ده اهو، في جزء خارجي بره اهو وفي القلب اللي في النص ده. عايز تقول ايه؟ عايز اقول الجزء الخارجي اللي بره ده اسمه امايلوبكتين، اللي بره ده كله اسمه امايلوبكتين، اما الجزء القلب اللي في النص بيسموه امايلوز. حلو، وبعدين لما جيت ابص للتركيب الكيميائي بتاع الامايلوز، الاول عباره عن الفا جلوكوز والفا، عرفت ازاي ان هو الفا؟ الاو اتش تحت يا باشا. الفا جلوكوز مع الفا جلوكوز مع الفا مع الفا مع الفا، المهم ان هم مسكوا مع بعض في سلسله مستقيمه بالمنظر ده. انا عايز حد يسمي لي الرابطه بقى دي، الرابط كلها زي بعض، خلي بالك. رابطه ما بين الكربونه 1 و4 فهسميها الفا 1 و4 جلايكوسيديك بوند، دي كل الرابط اللي موجوده في الامايلوز. الامايلوبكتين نفس النظام، الفا جلوكوز مع الفا جلوكوز مع الفا جلوكوز، الرابطه اهي، الرابطه دي، الرابطه دي يا عم الدكتور تسميها برضه نفس النظام الفا 1 و4 جلايكوسيليك بوند، الرابطه اللي في السلسله المستقيمه. بس بصيت هنا كده لقيته طلع برانش وكون سلسله فوق منه في الامايلوبكتين. عايز اسمي بقى الرابطه دي، حلو، سميها يا عم
هي جلايكوسيليك بوند كده كده غصب عنه وعنه، بس اتكونت ما بين الكربون رقم واحد هنا والكربون رقم ستة هنا، اتكونت ما بين الكربون رقم واحد في السكر اللي فوق والكربون رقم ستة في السكر اللي تحت، فيسموها الفا واحد وستة جلايكوسيليك بوند. يبقى البرانش 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 بيطلع بربطة اسمها الفا واحد وستة جلايكوسيليك بوند، انما طول ما السلسلة مستقيمة كل الروابط دي اسمها الفا واحد واربعة، كل الروابط دي اسمها الفا واحد واربعة الفا واحد واربعة الفا واحد واربعة. نقطة البرانش بس اللي انت هتطلع بها برانش لفوق تعمل بها فرع لفوق دي يسموها الفا واحد وستة جلايكوسيليك بوند. حد واخد باله من حاجة بقى عايزك انت تقولها؟ ايه هو؟ ان الاميلوز السلسلة اللي فيه مستقيمة استريت تشين، ما فيهاش برانشات يا ولاد، استريت تشين. اما الاميلوبكتين لا في برانشات. فعشان ما تنساهاش، الاميلوبكتين بحرف البي هيفكرك بحاجتين، ان هو الجزء اللي بره الخارجي، وحرف البي هيفكرك ان هو برانشد يحتوي على برانشات. يبقى البي علشان تفتكر حاجتين، ان هو اللي بره وبرانشد. ايوه الكلام ده مش غريب عليك، الكلام ده سمعته قبل كده في الكربوهيدرات كيمستري، كنت بشرح لك نفس الكلام ده، بس انا النهارده بشرح كربوهيدرات ميتابوليزم، فلازم افكرك بالاساس. ما ينفعش ابدا اقول بسم الله الرحمن الرحيم اهضم وكسر و... لا ما ينفعش يا باشا الكلام ده كله. طيب ده كده كلمتك عن البوليساكرايد اللي هو الستارش، قلت لك الجزء الخارجي اسمه اميلوبكتين والجزء الداخلي اسمه اميلوز. حلو قوي، خش بقى عند الدكتور في حصة النهاردة وخش بقى في المضمون علشان نبدأ كلامنا عن عملية الدايجيشن اوف الكربوهيدرات. كلمة دايجيشن يعني الهضم. الأكل هيبدأ أول حاجة، الأكل أهو يبدأ أول حاجة يخش عليها إيه؟ البق، وبعد كده ينزل في المريء، وفي المريء ينزل هنا في المعدة، وبعد كده المعدة يروح على الأمعاء. شفت أنا قلت إيه؟ البق ماوس، وبعد الماوس المريء، وبعد كده ينزل على الاستومك، وبعد كده الامعاء. طيب تعال نتكلم عن الماوس، الفم هنا في البق. الانزيمات المخصصه لهضم الكربوهيدرات اسمها اميليز. تاني، الانزيم المخصص لهضم الكربوهيدرات اسمه اميليز. انا هنا في البق، في البق هلاقي اميليز، هلاقي انزيم اسمه اميليز. كلمة أميليز يعني بيهضم الكربوهيدرات، بس إنزيم اسمه أميليز بيبقى طالع من الغدد اللعابية اللي هنا دي يا ولاد. الغدد دي اسمها سليفري جلاند، الغدد اللعابية اسمها سليفري جلاند، غدة لعابية بتطلع إنزيم اسمه أميليز فسميته سليفري أميليز. سهلة ما فيهاش حاجة، انا أميليز بس طالع من سليفري جلاند فسميته سليفري أميليز. خد بقى مني الاسكيما دي عشان ايه؟ دي اللي هتجيب الناحية وهتخلص الحصة. ايه هي؟ اي انزيم اسمه اميليز هتسمعه، اي انزيم اسمه اميليز هتسمعه لازم تبقى عارف عنه خمس حاجات. الحاجة الاولى طالع منين، السورس بتاعه جه منين، تاني حاجة البي اتش اللي بيشتغل عنده، تالت حاجة مين بينشط الانزيم ده، مين اللي بيقول له اشتغل يا ابني، رابع حاجة الاكشن بتاعه بيعمل ايه بقى لما بيشتغل، واخيرا نتيجة الشغل بتاعته البرودكت. يبقى تاني خمس حاجات عشان ما تتوهش مني. اول حاجة طالع منين، البي اتش الوسط بتاعه حمضي قاعدي متعادل كده، الاكتيفيشن مين بينشطه، الاكشن بيعمل ايه، البرودكت النتيجة بتاعته. بص بقى خلص لك الليلة دي كلها، خد بقى الاسكيمة التانية. اي انزيم اسمه اميليز السورس بتاعه سهل هتطلعه من اسمه، البي اتش بتاعته بيشتغل عند بي اتش كام، اكتب كده قريب من 7 يزيد عنها ويقل عنها شويه. الاكتيفيشن كلهم علشان يشتغلوا محتاجين الكلور يجي يمسك هنا، كلهم بيتنشطوا بالكلورايد الكلور. الاكشن كلهم بيشتغل على روابط اسمها الفا 1 و4 جلايكوسيديك بوند، اكتب كده بيكسر الروابط اللي اسمها الفا 1 و4 جلايكوسيديك بوند. يجي يكسر الرابطه دي، يكسر الرابطه دي، يكسر الرابطه دي، يكسر، يطلع ده لوحده يبقى سكر لوحده كده مونو سكرايد، ويطلع ده لوحده سكر لوحده مونو سكرايد. حد فاهم حاجه؟ يبقى انا دلوقتي اديتك السكيما العامه ليه
الاميليز. رقم واحد السورس هتعرفه من اسمه، يعني لما اقول لك سليفري اميليز اكيد مش طالع من عين الشمال، يعني طالع من السليفري جلاند الغدد اللعابيه. البي اتش قريب من 7. الاكشن بتاع الاكتيفيشن كلهم بالكلورايد. الاكشن بيكسر رابط اسمها الفا 1 و4 جلايكوسيليك بوند. يلا يا عم كلمنا عن السليفري اميليز كده، وجمع بقى المعلومات اللي انت عارفها عنه. السورس طالع من السليفري جلاند، هكتب هنا كده سليفري جلاند غدد لعابيه. البي اتش الوسط اللي بيشتغل فيه، انت يا عم الدكتور لسه ايه اللي بيشتغل في وسط قريب من 7؟ هقول لك هنا 6.7، اقل من 7 بشويه. الاكتيفيشن خلاص عرفت، كل الناس عرفتها، بيحتاج كلور عشان يشتغل. الاكشن بتاعه بيكسر هنا يا ولاد، يكسر رابط اللي اسمها الفا 1 و4 جلايكوسيليك بوندري. بص بقى هيبدا يكسر هنا شويه، يكسر رابط اللي اسمها الفا 1 و4 جلايكوسيليك بوند، بس بيقول لك في الاسترش المطبوخ، في الكوكد ستارش. اشمعنى؟ لان الاسترش المطبوخ المفروض بيبقى عليه حاجه، او سوري الاسترش عموما بيبقى عليه حاجه اسمها شيس، امايلو بيكتين شيس من بره كده. امايلو بيكتين شيس. عمليه الطبخ الكوكينج يا ولاد بتكسر ده، بتشيل الغلاف ده، بتشيل الغلاف اللي على الامايلو بيكتين من بره ده، فبيبقى سهل، فبيبقى سهل معاك. راحت فين؟ فبيبقى سهل معاك ان انت اهو ده كده ما بيبقاش موجود. هو ما اعرفش حسن لعب في البتاع ولا عامل ايه. المهم الامايلو بيكتين تشيز ده ما بيبقاش موجود، فبيبقى سهل معاك ان انت تكسر. يا حسن وقف يا حسن، وقف يا حسن. الفكره بقى في السليفري اميليز ده يا ولاد ان هو بيشتغل في حاجه اسمها الكوكد ستارش، الستارش المطبوخ. يعني ايه برضه؟ يعني ستارش مش عليه الاميلو بيكتين شيز ده، الغلاف ده كده مش موجود، فبالتالي الدنيا مفتوحه بالنسبه له، يخش يكسر ويلعب براحته يا عم. يكسر الرابط اللي اسمها الفا 1 و4 جلايكوسيليك بوند في كوكد ستارش، في ستارش مطبوخ. طبعا انت هتاكل حاجه نيه. طيب البرودكت، بص بقى في حته البرودكت، هو هيبدا يكسر 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 ويشيل من الاميلو بيكتين اللي بره ده، ويتبقى جزء الاميلوز اللي جوه ده وجزء من الاميلو بيكتين. بص كسر اهو الحته اللي اتبقت معايا دي يا اولاد يسموها ديكسترين. الجزء اللي اتبقى معايا ده كله يسموه ديكسترين، ده الاند برودكت. يبقى الناتج بتاعه بيدينا حاجه اسمها ديكسترين. يبقى ايه الديكسترين ده؟ حاجة أصغر من الاسترش بشوية، ناتج تكسير الاسترش، بس ما تكسرش كله. حلوة. الديكسترين ده يا شباب منه ثلاث أنواع. في حاجة اسمها أميلو ديكسترين، وفي حاجة اسمها إريثرو ديكسترين، وفي حاجة اسمها أكرو ديكسترين. يبقى الناتج ده منه ثلاث حاجات، منه ثلاث انواع على حسب لونه، على حسب لونه وتفاعلاته الكيميائيه. في نوع اسمه امايلو، وده واضح امايلو يعني بيبقى لونه ازرق، بيتفاعل مع اليود ويديني لون ازرق. الاريثرو ديكسترين ده بيبقى لونه احمر. الاكرو، بص بقى كلمه اكرو يعني نو، يعني لا، كرو لون، ده ما بيديش لون. الاكرو اكرو ما بيديش لون. بس ده الخلاصه بالاخر، يعني اعرف ان هو بيدي ديكسترين وخلاص. طب اسال سؤال بقى لطالب غير عادي هنا في الحته دي. عمليه الهضم في البق، هل بتهضم كل الكربوهيدرات في البق ولا بتهضم جزء صغير؟ لا بتهضم جزء صغير. فيقول لك عمليه الهضم في الماوس بتبقى بارشيالي ام اس كيو من هنا لحد السنه اللي جايه. عمليه الهضم في البق بتبقى بارشيالي دايجيشن. طيب احنا قلنا بقى جمع بقى معايا المعلومات اللي احنا قلناها كمان شويه كده. الانزيم اسمه سليفر اميليز، وبالمناسبه يا اولاد عشان ليه اسم تاني غريب ممكن تلاقيه في الام سي كيو، غريب قوي، اسمه تايلين. تايلين والبي سايلنت، محدش يقول لي بيتلين، اسمه تايلين. يبقى كده انا كلمتك عن الانزيم بما يرضي الله.
السورس اسمه سليفري اميليز او اسمه الثاني تايلين طالع من السليفري جلاند. البي اتش قريب من 7 فقلت لك تحت منها بشويه 6.7 6.7 من 10. الاكتيفيشن كلهم بيحتاجوا الكلور. الاكشن بيشتغل على الروابط اللي اسمها الالفا 1 و4 جلايكوسيديك بوند دي يطلع لي مونوساكرايد سكر جلوكوز واقف لوحده، بس بيشتغل على الكوكد ستارش الستارش المطبوخ لانه انزيم ضعيف شويه. البرودكت بتاعه بص يكسر 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 ويتبقى لي جزء من الصغير كده من الستارش سميته ديكسترين، منه ثلاث انواع: امايلو ديكسترين، اريثرو ديكسترين، واكرو ديكسترين. وتخلي بالك ان عمليه الدايجيشن في البق عمليه بارشال، عمليه جزئيه. خلي بالك برضو ملحوظه ان انا قلت لك ان الكربوهيدرات عمليه الدايجيشن وفي الكربوهيدرات بتبدا في البق، وده نادرا لما بيحصل، فدي معلومه مميزه تبقى عارفها. هضم الكربوهيدرات بيبدا هنا في البق، ستارت ان ماوث. اقرا معايا الكلام ده. اول سؤال ام سي كيو يقول لك الكربوهيدرات في الماوس از دايجستد بينزيم اسمه سليفر اميليز او اللي احنا قلنا اسمه الثاني تايلين. حط نقطه تحت البي، ما حدش يقول لي بتيلين. يلا السورس بتاعه برودوسد باي سليفر جلاند، البي اتش 6.7 من 10، اكتيفيتد باي الكلور. الاكشن بتاعه بيشتغل على مين؟ بيشتغل على الروابط اللي اسمها الالفا 1 و4 جلايكوسيديك بوند. فين يا دكتور؟ في الكوكد ستارش. ليه؟ لان الكوكينج بيشيل الشيس اللي بره، بريك الامايلو بيكتين شيس بيشيل غلاف الامايلو بيكتين اللي بره. الاند برودكت قال لك بيكسر الستارش لحاجه اسمها ديكسترين، وهذا الديكسترين منه ثلاث انواع: امايلو ازرق، اريثرو احمر، واكرو ملوش لون، ليس له لون مع لون. حلو. المعلومه الام سي كيو ان الدايجيشن الماوس از بارشال. ليه بقى؟ لان الـ الـ الاكل بيتبقى في البق فتره قصيره، فما بتلحقش ان انت تهضم الاكل ده كله. ده كده بالنسبه لعمليه الهضم في البق. ايه المرحله اللي بعد البق؟ ينزل على المعده بقى في الاستومك. بص بقى، في الاستومك هينزل الاكل. اصحى معايا، في الاستومك هينزل الاكل، نازل الاكل للمعده ونازل معاه الانزيم اللي اسمه سليفري اميليز. اهو الانزيم اللي اسمه سليفري اميليز نزل المعده هنا، بس اول لما بينزل المعده يا ولاد بيقول حاجه واحده بس: الحقونا اغيثونا، الحقونا اغيثونا. ليه بقى؟ لان انا قلت لك ان الانزيم ده بيشتغل عند بي اتش قريب من 7. لما نزل هنا المعده لا حمد الاتش سي ال مولع الدنيا اسيدك هيحرقه. ليه؟ لان البي اتش هنا يا ولاد في المعده بتبقى من 2 إلى 3، فده وسط مش مناسب خالص للانزيم ان هو يشتغل، فيقول لك المعده مفيش فيها هضم للكربوهيدرات. يبقى تاني، الانزيم نزل مع الاكل من البق، اول لما نزل هوب اتلسع. ليه؟ من اللي لسعه؟ الاتش سي ال. الحقونا اغيثونا، ايه ده يا عم؟ ده هيتحرق، ده هنا البي اتش 2 او 3 بالكتير، فده مش هينفع يشتغل هنا يا ولاد. فيقول لك بقى هنا يقول لك ايه: the action of salivary amylase on starch is stopped. خلاص no in the stomach after few minutes. ليه بقى؟ بسبب ال high acidity of stomach which inactivates the enzyme، بتحرق الانزيم. كده خلصنا الماوس وخلصنا الاستومك، ومفيش اسهل من الاستومك. خش معايا بعد كده على الامعاء السمول انتستين. لما دخلت بقى الامعاء لاحظت وجود فيها نوعين من الانزيمات. في انزيمات ربنا خلقها في الامعاء نفسها، دي كده يسموها انتستاينال انزيمز، انزيمات بتاعه الامعاء، وبيسموهم داي ساكرايديزس. جايين بالتفصيل داي ساكرايديزس. خلي بالك بقى من ملحوظه صغيره، ان انت في البايوكيمستري هتسمع معظم الانزيمات يقول لك اخرها ايز، فعشان لو بقك تلوح ولا حاجه وعلق على كلمه ايز ما تستغربش، ده بسبب البايو. وفي انزيمات تانية موجوده في الامعاء برضو بس جايه من البنكرياس، تشتغل هنا في الامعاء، فيسموها بنكرياتيك انزيمز. يبقى الامعاء فيها نوعين من الانزيمات، في انزيم ربنا خلقه في الامعاء نفسها سميته انتستاينال انزيم، وفي انزيم تاني بس لا ده جاي من البنكرياس يا دكتور فسميتها بنكرياتيك انزيمز. وهي دي بقى ليفل الوحش، البنكرياس يا ولاد ليفل الوحش في عمليه الهضم حرفيا. بص بقى، هبدا بقى اتكلم عن البنكرياس. اهو عم البنكرياس طلع لي انزيم اهو هيهضم الكربوهيدرات فسميته اميليز. لا طلع من البنكرياس فسميته بنكرياتيك اميليز. دكتور بصراحه انا عرفت ليه انت سميته بنكرياتيك، عشان طالع من البنكرياس، بس انا ما عرفتش ليه انت سميته اميليز.
يا باشا يا حبيبي، هو بيهضم ايه؟ بيهضم الستارش، والستارش ده فيه في اميلوز وفي اميلوبكتين. شفت كلمه اميلوز وفي اميلوبكتين؟ فلازم اسمي الانزيم اميليز عشان يهضم الاميلوز ويهضم الاميلوبكتين. ادي فيها اميلو وفيها اميلو، حطها في اخرها ايز، يبقى اسمه اميليز. فهمت انا بكلمك في ايه؟ المهم ده بنكرياتيك اميليز. اميليز اي اميليز هتكلمني فيها عن كام حاجه يا عم الدكتور؟ خمس حاجات. قول معايا كده لو سمحت، السورس والبي اتش والاكتيفيشن والاكشن والبرودكت. تعرف تقول لي السورس طالع منين؟ اكيد مش طالع من عين الشمال، برضو طالع من البنكرياس. البي اتش قلت لك هيشتغل قريب من 7، فبيشتغل عند 7.1، 7.1 من 10، عند 7.1. نعدل الواحد كده عشان ايه؟ بما يرضي الله. 7.1، 7.1 من 10. الاكتيفيشن، مين بينشط الانزيم ده؟ الكلورايد. خلصت الكلور. الاكشن بيكسر برضو الروابط اللي اسمها الالفا 1 و4 جلايكوسيليك بوند، اهي بيبدا يكسر الروابط اللي اسمها الفا 1 اهو، يطلع ده حر، سكر لوحده حر، مونوساكرايد. الهدف من عمليه الهض ان انا اطلع سكر واقف لوحده كده من المنظر ده، اسمه مونوساكرايد. يبقى الاكشن بيكسر، اكتب كده، بيكسر الالفا 1 و4 جلايكوسيليك بوند. طب اصحى بقى معايا، الانزيم ده بيشتغل على الستارش المطبوخ ولا المش مطبوخ؟ بيشتغل على اي حاجه، ما بيرحمش كوكت او انكوكت، اي حاجه. ده حراق طالع من البنكرياس يا ابني، فبيشتغل على اي حاجه ما بيهموش، كوكت اور انكوكت ستارش. البرودكت النتيجه بتاعته، بص ده بيحرق، بص كده هيبدا يكسر الكلام اللي انت شايفه ده كله، الستارش ده كله، ويبقى لي ايه بقى؟ بص كده، ممكن يطلع سكرات احاديه واقفه لوحدها عادي، بس في الاغلب بيسيب اتنينات واقفين مع بعض كده، ما يقدرش يكسرها، يسيب اتنينات واقفين مع بعض كده. قال له هو اتنينات يعني ايه؟ سكرين ماسكين مع بعض ايه؟ يعني دايساكرايد، البرودكت بتاعه دايساكرايد، ما يقدرش يكسر الدايساكرايد بصراحه. يعني الدايساكرايد ده ممكن يبقى ملطوص. عد بقى الدايساكرايد اللي انا كلمتك عنهم في الانترودكشن، اللي انت ممكن تكون عملت لها سكيب اصلا، انا عارفك. وممكن يبقى لاكتوز، وممكن يبقى سكروز، وممكن يبقى ده. ممكن تقول لي مين ده؟ ده الايزومالتوز، صح؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. دي كلها برودكت للبنكرياتيك اميليز. اذا البنكرياتيك اميليز بيهضم الكربوهيدرات كله، بس يجي عند سكرين واقفين جنب بعض كده ما يقدرش يهضمه، دي النواتج بتاعته. خلص على كده البنكرياتيك اميليز سهله. قولوا معايا تاني كده، السورس طالع من البنكرياس، البي اتش قريب من 7 يعني 7.1 من 10، الاكتيفيشن كلهم بالكلورايد، الاكشن بيشتغل على الروابط اللي اسمها الالفا 1 و4 جلايكوسيليك بوند، بس ده ما بيهموش، ستارش مطبوخ مش مطبوخ ان شاء الله يكون ايه، ههضمه يعني ههضمه. البرودكت بتاعه اخره النتيجه بتاعته يسيب لي سكرين ماسكين مع بعض، دايساكرايد، سواء كان مالتوز ايزومالتوز لاكتوز سكروز. حلو، فترجع بقى، ها قلت لك من شويه خلاص كده البنكرياتيك انزيمز خلصت، في انزيم تاني موجود في الامعاء اسمه دايساكرايديز، يعني هيكسر الدايساكرايد بقى، هيكسر السكرين اللي ماسكين مع بعض دول، يبدا يكسر اهو. بس الاول نقرا البنكرياتيك اميليز. البنكرياتيك اميليز طالع من البنكرياس، البي اتش 7.1، الاكتيفيشن بالكلورايد، بيشتغل على روابط اسمها الفا 1 و4 جلايكوسيليك بوند، في الكوكت والانكوكت ستارش. المهم يديني في الاخر دايساكرايد، هذا الدايساكرايد مالتوز او ايزو مالتوز او اي حد. ماشي، تعالى بقى اتكلمنا عن الانزيمات اللي ربنا خلقها في السمول انتستين نفسها، اسمها دايساكرايديزس، بتهضم الدايساكرايد. فكرني كده مين هم الدايساكرايد؟ اصحى، مالتوز لاكتوز سكروز ايزومالتوز، دول الاربعه دايساكرايد اللي انا كلمتك عنهم في الاول. ايوه، هيتهضموا بانزيمات اسمها ايه؟ بص يا ولاد، المالتوز هيتهضم بانزيم اسمه مالتيز، المالتوز عباره عن سكرين اهم، هيتهضم بانزيم اسمه مالتيز، يكسره الى ايه بقى؟ جلوكوز لوحده زائد جلوكوز لوحده. اللاكتوز هيتهضم بانزيم اسمه لاكتيز الى ايه بقى؟ جلوكوز برضو بس معاه جلاكتوز.
السكروز سكرين هيتهضم بإنزيم اسمه سكريز إلى جلوكوز زائد فركتوز. الأيزومالتوز المفروض تقول لي اسم الإنزيم إيه؟ قول أنت أيزومالتيز. يا عم ماشي هيسموه أيزومالتيز عادي خالص، بس هنا في الكتاب بتاعنا قال لا ليه اسم تاني اسمه ألفا ديكسترينيز إنزيم. يكسر الأيزومالتوز إلى جلوكوز ها وجلوكوز، وخلص على كده الإنزيمات اللي اسمها دايسكارايديزس. عارف مين هما بقى الدايسكارايديزس؟ لاكتيز، مالتيز، سكريز، ديكسترينيز. كمان مرة، مالتيز، لاكتيز، سكريز، ديكسترينيز. كمان مرة قولهم ورا بعض 10 مرات كده، مالتيز، لاكتيز، سكريز، ديكسترينيز. كمان مرة، مالتيز، لاكتيز، سكريز، ديكسترينيز. وخلص على كده الدايسكرايد يا ولاد. هضم اصبح معايا جلوكوز حر اهو، جلوكوز حر وجلوكوز حر. هو ده الهض، هو ده الهدف من عملية الهض، ان انت يطلع عندك جلوكوز حر، لان ده اللي هيخش الدم، ده اللي هيحصل له امتصاص. طيب الانزيمات اللي اسمها مالتيزس دي كلها بتكسر الانزيمات اللي اسمها دايسكاريديزس دي كلها علشان تكسر السكريات دي يا ولاد، عشان تكسر الرابطه دي بتضيف ميه، بتكسر باضافه ميه، تحط هنا ميه كده، بتحتاج ميه عشان هتشوفها دلوقتي اهي. قال لك الدايسكاريديزس، قال لك الانزيمات دي موجوده في الانتستاينال ميكوزال سيل على البراش بوردر بتاع الامعاء، الحته دي اسمها براش بوردر، الحته دي اسمها براش بوردر، على جدار الامعاء يعني، على جدار الامعاء. لاكتيز اهو هيكسر اللاكتوز الى جلوكوز وجلاكتوز. مالتيز هيكسر المالتوز الى 2 جلوكوز. سكريز هيكسر السكروز الى فركتوز وجلوكوز. الفا ديكسترينيز هيكسر الالفا واحد لينك بتاعت الايزومالتوز الى جلوكوز وجلوكوز. ده بيكسر رابطه اللي اسمها الالفا 1.6. طبعا لسه قايل لك ان الايزومالتوز في رابطه اسمها الفا 1.6 جلايكوسيليك بوند. وكل الانزيمات دي بتحتاج ايه؟ بتحتاج ميه، بتكسر بالميه. خلص على كده عملية الهضم بتاعت الكربوهيدرات. قلنا في الماوس في انزيم اسمه سليفر اميليز، قلنا الاستومك الانزيم ده بينزل بس الحقونة اغيسونة ما بيشتغلش، قلنا في الامعاء في نوعين من الانزيمات، في واحد جاي من البنكرياس اسمه بنكرياتيك اميليز وله ما له وعليه ما عليه، وقلنا في الانتستين في انزيمات تانية اسمها دايسكاريديزس اتكلمنا عنها بالتفصيل. في بقى حاجة اخيرة علشان نختم بها الليلة دي كلها، في مركب اسمه سيلولوز، سيلولوز هضم السيلولوز. السيلولوز ده كده التركيب الكيميائي بتاع السيلولوز يا ولاد، عباره عن ايه؟ السكر ده جلوكوز، الوتش فين؟ فوق، يبقى بيتا جلوكوز، وده بيتا جلوكوز، بيتا جلوكوز، بيتا جلوكوز، بيتا جلوكوز. طب حد يسمي لي الرابطه دي كده يا ولاد؟ اسمها جلايكوسيليك بوند برضه يا دكتور، اي رابطه هنسميها جلايكوسيليك بوند. رابطه ما بين الكربونه كام؟ 1 و4، فيسموها 1 و4 جلايكوسيليك بوند. بس اقول الفا ولا بيتا؟ بيتا بقى، مش السكر ده بيتا والسكر ده بيتا، ده كل السكريات بيتا، فالروابط دي كلها اسمها بيتا 1 و4 جلايكوسيليك بوند. هل انا النهارده قلت لك ان في انزيم بيشتغل على رابطه اسمها بيتا؟ لا، انت كل الانزيمات قلت لي بتشتغل على رابطه اسمها الفا 1 و4 جلايكوسيليك بوند، مفيش حد بيشتغل على البيتا دي خالص. اذا السيلولوز ده يا ولاد ما بيتهضمش، بيفضل كبير زي ما هو كده، ما بيتكسرش. السيلولوز ما بيتكسرش، بيفضل كبير كده اهو. قال لك السيلولوز كونتين رابط اسمها بيتا 1 و4 بوند بتوين جلوكوز مولكيول، وتش كان نوت بي دايجستد، لا تهضم ان هيومن، ما تهضمش في الانسان، بتهضم في الحيوانات عادي. ليه بقى؟ لان انا ما عنديش لاك اوف بيتا 1 و4 جلوكوزايليز، يبقى مع لاك يعني ما فيش 1 و4 جلوكوزايليز، يعني الانزيم اللي بيكسر الرابطه اللي اسمها 1 و4. السيلولوز اهو موجود هنا ما تهضمش، موجود في الامعاء ما تهضمش. بص بقى الماده اللي ما بتتهضمش زي السيلولوز يا ولاد، اللي هو بيبقى موجود في الخيار والخس والجرجير والحاجات دي كلها، ده يستخدم في علاج الامساك، يستخدم بريفنت الكونستيبيشن، يقلل الامساك. ليه بقى؟ بص يا عم الدكتور، لو جيت قلت لك دي الامعاء بتاعتك اهي، عايزين بس ايه اوضح لك الموضوع ده بكل بساطه. ادي الامعاء، الامعاء اهي، لو في اكل واقف هنا في الامعاء، لو حد عنده امساك كونستيبيشن والاكل واقف هنا في الامعاء، هديله سيلولوز، السيلولوز حجمه كبير، السيلولوز حجمه كبير مش داخل، ما بتهضمش، فتقوم ايه؟ الامعاء تفتح يعدي السيلولوز،
وبعد ما عدي السلولوز لما تقفل تاني، لما تقفل وتفتح، تقفل وتفتح، كل لما السلولوز بيتحرك ده حاجه كبيره بتتحرك في الامعاء، فبيخلي الامعاء تقفل وتفتح، بيخليها ايه كمان مره تقفل وتفتح، تفتح وتقفل، فده بيزود حركه الامعاء فبيحرك الاكل اللي موجود فيها فبيمنع حدوث الكونستيبيشن. فهمتها؟ يبقى تاني من الاخر كده، من الاخر قال لك بص السلولوز باص انتو ذا ستول، بيطلع في الاستول، انكريز البيريستالسيس موفمنت، يزود حركه الامعاء الدوديه، يزود الحركة الدودية للأمعاء، فبيقلل أو بيمنع الكونستيبيشن، بيمنع الإمساك. هنا سؤال ام سي كيو، مين اللي ما بيحصلوش هضم؟ السلولوز. ليه؟ لأن السلولوز بيحتوي على رابط اسمها بيتا 1.4 جلايكوسيديك بوند. ده كده دكاترتنا بالنسبة لحصة الكربوهيدريت دايجيشن، أتمنى تكونوا فهمتوها وظبطتوها كويس. المفروض اللي انت تعمله دلوقتي ان انت بعد الحصة ما خلصت تقعد تقراها كده مع نفسك وتمسك قلمك وتعلم على الحاجات المهمة وتذاكرها دلوقتي عشان تفضل فاكرها، وربنا يعينكم ويوفقكم يا دكاترتنا.